استكمالا بقى لسلسله القرارات اللي استجدت مؤخرا واللي لاقت استحسان الكل الحقيقه برضو من القرارات المهمه والحلوه امبارح، قرار مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكره القدم. والحقيقه هو صاحب يعني خبرات كبيره جدا ونجاحات كبيره حققها في مجال التدريب في قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد. القرار طبعا جاء رغبه من مجلس الاداره في استمرار سياسه التطوير اللي ابتدت بفاعليه في هذا القطاع لافراز عناصر متميزه للفريق الاول. النادي كمان وجه الشكر لمايكل بروكيتش طبعا عن الفتره اللي قضاها في النادي وبذل خلالها الحقيقه جهود كبيره جدا اسهمت في الطفره اللي بتشهدها فرق القطاع. طبعا الكابتن الكبير بدر رجب هو احد نجوم خط الوسط في الكره المصريه في فتره الثمانينيات وانضم لقائمه المنتخب الوطني اللي شاركوا في كاس العالم 90 تحت قياده طبعا محمود الجوهري، حصد 3 بطولات دوري و4 كاس مصر وبطولتي افريقيا وواحده افرو اسيويه. طبعا تولى كمان العديد من المناصب التدريبيه في القلعه الحمراء وليه بصمات كبيره جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على مدار اجيال مختلفه. اكيد قرار في منتهى الاهميه واكيد ان شاء الله يعني يؤتي ثماره في القريب العاجل. كمان احنا بنتكلم على اسم كبير وخبرات كبيره، اكيد بنتمنى الكابتن بدر كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بص، في كلامنا امبارح طبعا في كذا نقطه مهمين جدا واعتقد مش بس مهمين، حلوين. فكره كمان ان انت هنا كريم بتجيب واحد من ابناء النادي الاهلي اعتقد ده امر رائع جدا. فكره ان انت بتخلي الولد الصغير او الناشئ الصغير يبص برده ليه يعني نجوم كانت موجودة حتى من أزمنة ويعني زي ما تقول أجيال سابقة بس طبعا لها اسم ولها تاريخ ولسه عايش لحد دلوقتي، بيفرق بشكل كبير حتى والد الطفل ده كريم أو والدته الناشئ الصغير لما يجي يحكي له أنت عارف مين اللي بيدربك، عارف مين المدير الفني، عارف مين رئيس القطاع، عارف مين الكابتن اللي واقف، ده كل ده بيفرق بشكل كبير يا كريم. طبعا الخبرات الأجنبية بتزيد وبتثقل طبعا العملية بشكل كبير، لكن في نفس الوقت أبناء النادي الأهلي بتفرق برضو مع فكرة الانتماء، مع فكرة حاجات كتيرة ملموسة داخل النادي الأهلي الناس جوه هم اللي عارفينها. الشق التاني لما تيجي تتكلم عن كابتن بدر رجب تحديدا، طبعا اسم كبير جدا وتاريخ وعلامة في النادي الأهلي، غير كده عنده خبرات كبيرة جدا في هذا المجال تحديدا. كابتن بدر كان لآخر فترة بيشتغل في نادي الجزيرة الإماراتي، بقاله في الإمارات تقريبا يا كريم فوق 15 سنة حاجة زي كده، فبرضو في ثقل في خبرة كبيرة جدا طبعًا. نتمنى ليه التوفيق. هو المفروض ان هو لسه في الإمارات هيجي او تقريبا موجود، انا مش عارفه، بس هو المفروض في الفتره دي هيكون متواجد خلاص، انهى عمله يعني في نادي الجزيره الاماراتي. بالتوفيق ليه في الخطوات اللي جايه ان شاء الله، تبقى فتره مثمره جدا على قطاع الناشئين تحديدا.